ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في اللقاء الثالث مع السيد محمد الدحيري، رئيس ومؤسس شركة ورئيس ومؤسس شركة كيل إنجل. أهلا بحضرتك يا محمد. أهلا بيك يا محمد. يا أهلا. مع مدير الوقت لقينا عدد الممرضين او العملاء في مجال التمريض في تزايد مطارد الحمد لله رب العالمين. يعني مش بنتكلم على مئات دلوقتي، بنتكلم على الاف الحمد لله. صاحب جديد على مدرسه جديده كمان. هتكون زي الفال فلان. في 65 يورو دهوت هنا عايشك ملك. عايز بتوصل عقد العمل ولا عايز مع الشركه ولا الاثنين ولا خلاص كل حاجه تمام. هو طبعا